لمناقشة الصراع السياسي المحتدم في العراق مشاهدينا معنا هاتفيا من اسطنبول السيد حسين السبعوي الباحث والسياسي. مرحبا بك سيد حسين. نبدأ من تأكيد لجنة تقصي الحقائق أن العد والفرز اليدوي سيشمل الصناديق كلها، هل يمكن أن تتغير نتائج الانتخابات وفق هذا الإجراء؟ بالتأكيد هناك تزوير كبير، فأثناء العد والفرز سيكون هناك تغيير والتغيير كبير أيضا في نتائج الانتخابات، لكن لابد من العد والفرز بإشراف من مؤسسات دولية تشرف على هذا العد والفرز. ماذا يعني إذا إذا عد وفرز والإشراف من قبل الميليشيات أو من قبل الأحزاب المتنفذة التي هي كانت جزء من المشكلة؟ هذا لا قيمة له الآن. ولهذا السبب احنا سابقا ونكرر كلامنا نقول انه الديمقراطيه والميليشيات هم نقيضان لبعض، فكيف ديمقراطيه في بلد يراد بالميليشيات ان هي تتولى امرها وهي تقودها؟ اعتقد العد والفرز اذا كان هناك اشرافا دوليا من قبل مؤسسات دوليه سيظهر هناك فسادا كبيرا وتزويرا كبيرا. نعم، طيب برايك بعد مضي اكثر من شهر ونصف عن انتخابات والازمه مستمره حتى الان، يعني ما تفسيرك لهذه الازمات التي تعصف بالعمليه السياسيه؟ أنا أعتقد العملية السياسية تعيش مخاض عسير جدا. مساء أمس كان هناك جلسة لمجلس النواب لتمديد للمجلس لمدة 3 أشهر لحين انتهاء العد والفرج، وكان هناك صراع وخلاف في هذا الموضوع طويل جدا. أعتقد إنهاء دور مجلس النواب قبل مصادقة على نتائج الانتخابات معناه نحن ذاهبين إلى حكومة طوارئ، وأيضا رئاسة الجمهورية سينالها كما ينال مجلس النواب باعتبار أيضا انتهت ولايتها لمدة 4 سنوات. ولهذا السبب هي في مخاض عسير جدا، ومن الصعب جدا أن تحل مشكلتها داخليا، لأن هذا ما اعتدنا عليه من 2003 إلى الآن. كلما عثرت المشكلة العملية السياسية جاء الحل من الخارج وبدأ بحلول من الخارج، أبعد جميع من هو مرشح إلى رئاسة الوزراء، وهذا ما حصل في 2010 و2014. وهذا ما دعا ربما إياد علاوي بأن يصرح أن موقف المحكمة الاتحادية سيعيد العملية السياسية إلى المربع الأول، ما دلالة هذا التصريح؟ التصريح هذا من حيث الناحية القانونية والسياسية صحيح، لأنه المحكمة الاتحادية مهما تكون هي لا تحتمل قضية التزوير وتؤيدها، مهما تكون محكمة الاتحادية، مهما يكون موقفها في العملية السياسية سابقا والآن، لكن لا يمكن أن هناك تزوير وتقره المحكمة الاتحادية، وإلا فقدت صفتها وفقدت يعني المنظومة القضائية يعني ستنتهي. كيف تقبل بتزوير؟ الحكومة والكتل السياسية ممكن تتفاهم في قضية التزوير وتعلن صفقة، لكن القضاء لا يسع ذلك. ولهذا تصريح إياد علاوي كان دقيق جدا بخصوص المحكمة الاتحادية، يعني سيذهب هذا التزوير ونتائجه إلى المحكمة الاتحادية، والمحكمة الاتحادية لا يسعها أن تقبل به مهما يكون. طيب، عدة كتل سياسية طالبت بتمديد عمل مجلس النواب في حين ترفض أخرى تمديده، إلى أين يتجه الآن تتجه تفاصيل الأزمة في حال مدد عمل مجلس النواب؟ يعني ما معنى ذلك؟ يعني أعتقد لا يوجد نص دستوري ولا نص قانوني يمنع تمديد مجلس النواب لنفسه لمدة 3 أشهر لحين المصادقة على الانتخابات، لأنه دور مجلس النواب مرهون بالمصادقة على قرارات المفوضية والمصادقة على نتائج الانتخابات، ليحل محله مجلس جديد. اليوم لحد الآن لم تصادق على النتائج والمجلس ينتهي عمره، فأعتقد لا يوجد نص قانوني يمنع المعترضين على ذلك، ليس لديهم دليل قانوني ولا دستوري على عدم السماح للمجلس. بما فيهم كان رئيس اللجنة القانونية السيد السعدون قال بأنه لا يجوز، لا يحق له، بينما عضو لجنة آخر من القانونية السيد اللباس قال لا مانع. هناك انقسام وهناك خلاف في القضية العراقية. أعتقد أنه لا يوجد نص دستوري يمنع المجلس النواب، لأنه سيسري أيضا على رئاسة الجمهورية وبقية المؤسسات السيادية المنتخبة لمدة 4 سنوات. نعم، شكرا جزيلا لك من اسطنبول هاتفيا الباحث السياسي حسين السبعوي.